أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما ذكره الله تعالى في هذه السورة من الأمم السابقة، هل هو على حسب ترتيبهم الزمني أم على؟ يقول أحسن الله إليكم: ذكر الله تعالى لهذه الأمم في هذه السورة، هل هو على حسب ترتيبهم الزمني أم على حسب شدة عقوبتهم؟ ما في شك أن فرعون متأخر عن عاد وثمود، لكن الله ذكرهم من أجل العظة والعبرة.